درنا هالتجربة ونجحنا فيها الحمد لله أننا نعيد استعمال هذا بعد دراسة مكثفة لريش الدواجن. تحصلتوا على شهادة؟ تحصلنا على شهادة اللابل في أكتوبر 2020. دن سيد الوالي يتحقق اذا ما فيه صح جوده للمنتوج باش ليك ستونسيون باش نوسع في المشروع تاعي باسكو الغا استحسنتي بزاف سمحنا جاتنا الفكره باش نخدم منح الشباب الجزائري جزءا كبيرا من صناعه مستقبل الجزائر الاقتصادي عبر تشجيع المقاولاتيه عبر تشجيع المشاريع الصغيره عبر تشجيع المشاريع المبدعه عبر تشجيع الستارت اب الى اخره. اليوم قد لا تبدو النتائج واضحه، ولكن تخيلوا عبر كل ما لاحظناه في اجنحه المعرض من ابداعات الشباب في وهران وفي غير وهران، كما قال السيد الوالي عشرات الالاف من الشباب يبدعون كل يوم افكارا جديده مشاريع جديده. تخيلوا أن عشرات الآلاف من هذه المشاريع سترى النور إن شاء الله في الميدان بفضل دعم الدولة الجزائرية، بفضل دعم الكريا، بفضل دعم مختلف مؤسسات الجمهورية. هذا النشاط تاع اليوم كما كل نشاط النشاطات التي تنظمها الإذاعة الوطنية، كما العمل اليومي الذي تنظمه الإذاعة الوطنية عبر قنواتها الوطنية والموضوعاتية ومحطاتها الجهوية 58، نساهم كل يوم كل ساعة كل دقيقة في حماية أمن الوطني والمواطن. نقول شبابنا لا تتوجسوا خوفا، أنتم اليوم في جزائر جميلة وستكونون غدا إن شاء الله وبفضلكم في جزائر أجمل. عاشت الجزائر مبدعة، عاشت الجزائر خلاقة، عاشت الجزائر قوية، عاشت الجزائر واحدة موحدة مستقرة. إننا في المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مؤمنون أنه يتوجب علينا جميعا أن نوفر لشبابنا خاصة الجامعيين منهم المقيمين في الأرض الوطن أو متواجدون في مختلف البقاع العالم إمكانيات المساهمة في تنمية اقتصادية الوطنية، كما يؤكد على ذلك في كل المناسبة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. ونملك جميعا إمكانيات قانونية وتنظيمية لتحقيق ذلك. إننا نجدد بهذه المناسبة بحضوركم الكريم التزاما بمواصلة العمل مع الأسرة الجامعية لمرافقة ومساندة شبابنا حاملي المشاريع. Thank you.